مع ضيفي الدكتور عباس زنكنة، الخبير والباحث في مجال الذكاء الاصطناعي. أهلا بك دكتور. بداية، الذكاء الاصطناعي دخل في تفاصيل حياتنا الآن وكان في السابق حلم من الأحلام. كيف ترى أن الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يتنبأ بأزمات الغذاء؟ كما أشار التقرير إلى أن هناك مجموعة من الباحثين استطاعوا برمجة وهيكلة تقنية تتنبأ يعني مستويات الفقر والمجاعات التي قد تحدث في المستقبل، هل هذا قد يحدث بالفعل في الفترات القريبة؟ أحب أن أحيي المشاهدين الكرام. بالطبع هذا شيء جدا ممكن عن طريق تحليل ومعالجة البيانات المتاحة وتحليل العوامل المؤثرة على الإنتاج الزراعي. وهذه النظرية قديمة مو جديدة، واستخدموها من 1963 ستينات القرن الماضي عندما قام العالم الأصاد الدولي باستخدام نظرية تأثير الفراشة، اللي هو المصطلح اللي هو اخترع جنيه واعتمد على هذا النظرية إنتاج حاسوب أو كمبيوتر هو صممه وأدخل به الداتا أو المعلومات، ووجد أنه فرق بسيط بعد الفاصل بالارقام راح يدي نتائج مختلفه عن طريق هذه النظريه.